مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حديث الاخبار. هكون معاكم على مدار ساعتين، وهيبقى معانا مجموعه من القصص الاخباريه المهمه بالاضافه لفقراتنا المتنوعه مع ضيوفنا، لكن هنبدا الاول باهم الاخبار. هنروح لقصه بتعكس نجاح الدوله في تنفيذ العديد من المبادرات الصحيه. النجاح ده كان محل إشادة من منظمة الصحة العالمية، خصوصاً المبادرات الرئاسية. أكد على ده اللي قاله الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة. قال بأن المبادرات الرئاسية قدمت الخدمات الصحية لمختلف الأعمار دون تمييز وبدون أي حدود من حيث التكلفة، مثل مبادرة 100 مليون صحة اللي بتستهدف الأمراض المزمنة والقضاء على فيروس سي، واللي حققت مصر نجاح كبير فيه وانتقلت إلى الدول الأكثر نجاحاً. أيضاً مبادرة التأمين الصحي الشامل ومبادرة توفير الخدمات للذين يعانون من ضعف النظر، وهو بيدخل إلى روح التغطية الصحية الشاملة وحققت الصحة للجميع. للمزيد عن أهمية هذه المبادرات ودلالة الإشادة بيها، بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد عاصم خرشد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد. دكتور أهلا بحضرتك، ويعني إيه اللي بتمثله إشادة منظمة الصحة العالمية بالمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة؟ أهلا وسهلا يا فندم، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين كلهم. يمكن النهارده كانت الإشادة دي من الحاجات القوية جدا، من الحاجات اللي بتعكس فعلا قد إيه التطور في الصحة في مصر وفي تطوير الخدمة الطبية بصفة عامة. ده حاجة يعني ليب زي ما بيقولوا، أو حاجة زي ما بيقولوا نهضة كبيرة جدا عندنا. يمكن كان من اللي بيميز اليوم التغطية الصحية السنة دي إن هو كده فات 7 سنين على موافقة دول المنطقة إن هم يبدأوا يطبقوا أنظمة التغطية الصحية وتطوير الدعاية الأولية بصفة عامة. ويمكن إحنا يعني سبقناهم كلهم، كان السيد الدكتور احمد قال ان يمكن في الوقت بعد الكورونا بان ضعف الهيئات الصحيه في الدول كلها، ويمكن يا دوب لسه بدات تتعافى من كورونا. احنا قدرنا في مصر ان احنا نبقى دوله خاليه من فيروس سي، قدرنا ان احنا نبدا فعلا بالمشروع بتاعنا ونبدا نخلص اول مرحله فيه، مشروع التامين الصحي الشامل. نبدا نطور الرعايه الاوليه عن طريق مكاتب صحه الاسره وعن طريق الوحدات الصحيه اللي انتشرت على مستوى الجمهوريه وقربت المواطنين بمراكز تقديم الخدمه الطبيه. يمكن كمان الحاجات اللي ساعدت واشادوا بيها المبادرات الرئاسيه بصفه عامه، وازاي قدرت تمسك يعني مشاكل عندنا موجوده في مصر. كان 100 مليون صحه دي كانت من اكبر المبادرات الرئاسيه اللي عملت صدى عالي على مستوى العالم، وقدرنا ان الفيروس سي زي ما على قد ما هو كان حاجه متوسطه عندنا، وتقريبا كان ما فيش بيت في مصر ما كانش بيعاني من فيروس سي. النهارده ما بقاش موجود عندنا وخلاص، لحد كبير مش موجود خالص، مش بنشوف حتى مشاكله نهائيا. كانت كمان اتكلموا على ازاي الحياه المجتمعيه عامه تقدر تساهم كمان، يمكن مبادره حياه كريمه اكدت القصه دي، وازاي يقدر تطور القرى على مستوى الجمهوريه كلها، وتبدا تحط الوحدات الصحيه وتبدا تساعد الخدمه الطبيه انها توصل للناس كلها. يمكن هم ركزوا قوي السنه دي على الخدمه الاوليه. دلوقتي احنا بقى عندنا في كل قريه تقريبا وحده صحيه على اعلى مستوى بتقدم كل الخدمات الطبيه اللي هي اللي بيحتاجها المواطن بصفه دوريه، زي متابعه الامراض المزمنه، زي الاطفال خاصه الاطفال خاصه امراض النساء، الاسنان، الحاجات اللي هي مش مخليه المريض يحتاج ان هو يسافر مسافات طويله او يروح مسافات طويله عشان يوصل للمستشفى المركزي او يوصل للمستشفى الكبيره، هو قريبه منه على طول يقدر يروح للوحده الصحيه. وده بيشكل الخطه بتاعه التنميه المستدامه والامن الصحي سنه 2030. احنا خدنا خطوه كبيره جدا فيها، وده كانت اشاده الدكتور احمد ديما النهارده. طب هل يعني حضرتك بتقول بتوصل لكل المصريين، هنا ممكن نقول ان المبادرات دي سهلت تقديم الخدمات الصحيه والطبيه للمواطنين بدون تمييز وبدون تفرقه؟
بالظبط بالظبط. يعني احنا حتى خلينا نتكلم على حته بدون تمييز ومن تفشيط، احنا لو جينا نتكلم على مبادره زي انهاء قوائم الانتظار مثلا، دي كان بيعاني منها يعني مش بس محدود الدخل، محدود الدخل واللي مستريحين ماديا. يعني انا ازاي النهارده اقدر اعمل شبكه ما بين المستشفيات على مستوى الجمهوريه كلها، وعلى طول اقدر اعرف ان كل مكان من دول احسن او الخدمه الصحيه المعينه بتعمل فين احسن مستشفى ليها، واقدر اتوجه على طول بقى فيه عندهم الـ البيانات بتاعه المريض وعندهم التاريخ المرضي بتاعه، وعلى طول يقدر خلال اسبوعين او ثلاثه لو مطلوب منه عمليه كبيره. طبعا احنا بنتكلم عمليه كبيره زي زراعه الكبد، زي استئصال الاورام المتقدمه، زي القصاصر القلبيه، على طول خلال اسبوعين. الروح دي برضه كانت من المبادرات العظيمه جدا عندنا اللي تؤكد قد ايه مفيش اي تمييز، ان هو المحدود الدخل والمستريح بعدين كمان هيستفيد من ده. يمكن كمان برضه لو جينا على حته التامين الصحي الشامل، وده بيغطي 120 مليون نسمه. احنا مش بنتكلم على ان حد يكون محدود الدخل بس، لا بتكلم على 120 مليون نسمه. اهميه هذا المشروع فعلا التامين الصحي الشامل، كلمنا عن اهميه هذا المشروع يا دكتور. التأمين الصحي الشامل يمكن ده من الحاجات اللي كانت عظيمة جدا، واحنا كنا بنعتبرها حلم في يوم من الأيام ان احنا يبقى 120 مليون نسمة يبدأ يتغطوا ويبدأ ان هم يلاقي الخدمة الصحية على أعلى مستوى، ويقدر ياخدها على طول من غير ما يقدر ما يدفع غير اشتراك بسيط جدا. يمكن أغلبية كمان اللي هيشتركين فيه نسبة كبيرة منهم هيبقوا من محدودي الدخل، اللي هم مش هيدفعوا الاشتراك المطلوب منهم. يمكن هيئة التأمين الصحي الشامل هي عبارة عن شركة تأمين كبيرة المصرية، هي رد عليها المستشفيات اللي هي بتقدم الخدمة، وبيتم متابعتها عن طريق هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، اللي هي حاطة معايير جودة عالية جدا بتحافظ عليها وتطبيقها. احنا بنقول ايه، مش مهم ان احنا نعمل حاجة كبيرة قد ما مهم ان احنا نتابع ان تفضل كل شوية في متابعة لجودة الخدمة المقدمة، وتدريب الأطباء الموجودين والكفاءة بتاعتهم والنتائج اللي بتطلع من العمليات اللي اتعملت دي، اللي هتخلي فعلا الخدمه الطبيه المقدمه من التامين الصحي الشامل حاجه يعني فعلا هتبقى رائعه جدا. كان اول مرحله خلصت اللي هي المحافظات الاقل كثافه، ودلوقتي داخلين على المحافظات الاكثر كثافه. كان في الاول طبعا في شويه عقبات وشويه الحاجات اللي هو تطبيق المشروع الجديد، بيبقى طبعا في مفاجآت بتطلع، انما لا قدرنا نعدي الكادي وقدرنا دلوقتي نخش على المحافظات الاكثر كثافه، وان شاء الله تبدا المراحل الجايه تيجي اسهل بكثير من ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد عاصم خرشد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد. من المبادرات المهمه اللي نفذتها الدوله خلال السنوات الماضيه، تلك المبادرات المتعلقه بمشروعات الاسكان وتوفير وحدات سكنيه لكل الفئات باسعار مناسبه، بما يعكس جهود الدوله في توفير سكن لكل المواطنين. يعني مثلا لو اتكلمنا بالارقام، قدر برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي أن هو يحقق تقدم كبير منذ بداية تطبيقه في 2015، وبيتم توفير وحدات سكنية لأكثر من 470 ألف أسرة من محدودي الدخل في كافة المحافظات خلال 7 سنوات فقط. الدولة كمان كانت حريصة على أن هي تطرح مشروعات سكن وأراضي للمصريين في الخارج من خلال مشروع بيت الوطن للمصريين المغتربين. عن أهمية ذلك بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني. يا دكتور مساء الخير، وقول لنا إزاي ساهمت جهود الدولة على مدار السنوات اللي فاتت في توفير سكن لكل المصريين؟ الدولة حضرتك في الثمان سنوات اللي فاتت بتخاطب جميع فئات الشعب، سواء المستوى الاقتصادي أو المتوسط أو الفوق المتوسط، وبتخاطب المواطن اللي عايش على ارض مصر والمصري المغترب بره حدود الوطن. فهي بتخاطب جميع فئات الشعب، ولكن بتهتم بالفئه اللي هي ما عندهاش قدره اقتصاديه على تحمل تكلفه الاسكان، سواء بالدعم من جهه او بالتقسيط على مدى اطول من جهه اخرى. ودي خطه الدوله. طيب بتشوف ازاي حجم الرقم اللي اتكلمنا عنه، يعني توفير ما يقرب من 500,000 وحدة للأسر محدودي الدخل خلال 7 سنين؟ الدولة وفرت فعلا حوالي 470 ألف وحدة في فترة وجيزة جدا،
برغم مسؤولياتها الكبيرة في مفردات أخرى كثيرة، ولكن لم تهمل دورها في جانب الدعم الاجتماعي والبعد الاجتماعي. يعني البعد الاجتماعي مهم جدا لطبقات الشعب محدودة الدخل، لأن ده دور الدولة فعلا إن هي تدعم المواطن محدود الدخل. ف 470 ألف وحدة في يعني في وقت قليل زي ده بيعتبر رقم كبير جدا، لأن هم فيهم دعم، فيهم نسبة دعم زائد إن هي بتوفرها في أماكن عديدة. يعني الوحدة السكنية تبقى شملت المرافق وفي أماكن مختلفة، ومش في القاهرة الكبرى فقط ولكن في المدن الجديدة وفي جميع محافظات مصر. يبقى هي بتتوزع يعني بمنتهى العدل في جميع محافظات مصر. طب وإحنا بنتكلم عن التوسع العمراني في المدن الجديدة، عايزة برضو يعني نوضح مدن الجيل الرابع وإزاي بتختلف عن المدن اللي كانت موجودة قبل كده. هي مدن الجيل الرابع حضرتك بتختلف في المنهجية بتاعتها، في فكرتها. هي المدن اللي في الجيل الأول كانت زي ما قلنا قبل كده كتير بتعتبر المسكن عبارة عن مأوى، فكان المواطن مثلا بيشتغل في آخر مصر الجديدة وآخر اليوم بياخد رحلة الإياب ويبقى ساكن في آخر 6 أكتوبر، فكانت فرصة العمل بعيدة تماما عن السكن، فكان المسكن عبارة عن مأوى. الدولة كانت بتوفر مأوى فقط. لكن النهاردة فكرة المدن الجديدة إن المدينة حياة. بمعنى إيه المدينة حياة؟ إن المسكن ليس مأوى فقط ولكنه مأوى وفرصة عمل وخدمات عامة. يعني لازم قبل ما المواطن يسكن يبقى في مدرسة لابنه، يبقى في مستشفى، يبقى في جرين إيريا منطقة خضراء، يبقى في نادي ابنه يلعب فيه، يبقى في جامعة عشان يتعلم فيها. كل ده بجانب ان جميع هذه الوحدات مرفقة قبل ما يسكن فيها، كهرباء، مية، غاز، تليفونات، انترنت، فيها جميع الخدمات. يبقى هو بيدخل هذه المدينة الجديدة فيها فرصة عمل لان ليها قاعدة اقتصادية، وبالتالي فرص العمل دي بتوفر كتير قوي من تكاليف النقل ومن الكثافات المرورية ومن استهلاك الوقود والانبعاث الحراري. كل ده بيصب في الآخر في مصلحة المواطن وفي رفع جودة حياة المواطن. الدولة كمان يا دكتور منسيتش يعني المصريين المغتربين الموجودين في الخارج، وأطلقت مشروع بيت الوطن. يعني أهمية مشروع زي ده إيه؟ مشروع بيت الوطن بيدعم الانتماء للمواطن، برغم أنه هو بعيد عن تراب مصر لكن بلده لم تنساه. وبالتالي سواء الدولة وفرت أراضي للمغتربين في أماكن متميزة، أيضا وحدات سكنية تتناسب مع إمكانياتهم ومساحات مختلفة وأماكن مختلفة وأسعار مختلفة، كل حسب قدرته. يبقى هي غطت الشرايح كلها سواء خارج مصر أو داخل مصر. وده بيدعم إحساس المواطن المغترب عن مصر إن بلده فاكراه. ازاي بتساهم مشروعات الاسكان اللي بتنفذها الدوله في ضبط التوسع العمراني وعدم ظهور العشوائيات مره ثانيه؟ وعدم ظهور العشوائيات ده له استراتيجيه عمرانيه الدوله يعني بتعمل بيها. اول حاجه تم القضاء على الاسكان الخطر الغير امن، وايضا تم توزيع الاستثمارات القومية بطريقة عادلة. يعني عدم توزيع الاستثمارات بطريقة عادلة قبل 2014 ده كان بيؤدي إلى تراكز الخدمات والفرص العمل وكل شيء في القاهرة الكبرى واسكندرية، وبالتالي حصلت هجرة من الريف والصعيد للقاهرة واسكندرية. لكن النهاردة الدولة في مشروع حياة كريمة وفي توزيع عادل للاستثمارات وفتح فرص عمل وإسكان آدمي في جميع محافظات مصر، أول مرة في تاريخ مصر بتشهد هجرة عكسية من القاهرة الكبرى واسكندرية إلى المدن الأصلية
المهاجرين القدامى، وبالتالي فتح فرص العمل والمسكن والحياة الكريمة جذب المصريين إلى موطنهم الأصلي. نعم، احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني. تشيد مصر واحدة من أكبر مزارع رياح في العالم، وده وفق أحد الاتفاقيات اللي أبرمتها مصر خلال فعاليات قمة المناخ كوب 27 واللي عقدت مؤخرا في شرم الشيخ. سيبدأ العمل في المشروع من عام 2024، ومن المفترض الانتهاء منه في 2030، وده بتكلفة 11 مليار دولار وقدرة إنتاجية بتصل إلى 10 جيجا وات، بما يعادل خمس ما تملكه المملكة المتحدة حاليا من جميع أشكال الطاقة المتجددة، مما يزيد من فرص مصر في تصدير المزيد من الكهرباء لأوروبا والسعودية والسودان وليبيا. لمزيد من التحليل حول مشروع مزرعة الرياح بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور سامح نعمان خبير الطاقة الجديدة والمتجددة. بعد التحية لحضرتك يا دكتور، يعني كلمنا عن أهمية هذا المشروع الضخم ومشاركته في مزيج الطاقة المتنوعة اللي بتنتجها مصر من طاقة شمسية وهيدروجين أخضر بخلاف الوقود التقليدي من الغاز والمنتجات البترولية. مساء الخير يا فندم. هو بالنسبة لمشروع العشرة جيجا، هو وليد المؤتمر بتاع المناخ 27، لأن مصر كانت جاهزة قبل ما المؤتمر يبدأ، وقبل ما نعرف إن عندنا مؤتمر كنا جاهزين بإمكانيات الطاقة المتجددة، وكنا في مركز متميز بالنسبة للطاقة الشمسية الأول على الشرق الأوسط، وطاقة الرياح الأول على الشرق الأوسط، وطاقة المياه برضو الأول على الشرق الأوسط. فبالتالي ظهور إنتاجية الهيدروجين من داخل مصر في كوب 27، وهذا والهيدروجين الأخضر بيحتاج إلى طاقة متجددة، فظهرت إنتاجية الطاقة، أهمية الطاقة المتجددة، فظهرت المشاريع الكثيرة اللي تنتج الطاقة المتجددة علشان نحصل على هيدروجين أخضر، وده بيعتبر استثمار للطاقة لا على الأمد الطويل. وبالتالي دولة الإمارات بدأت ب 10 جيجا، وال 10 جيجا دي حطت مصر في كينونة تانية، لأن احنا كنا قلنا في 2035 هيبقى عندنا من إنتاج الطاقة المتجددة 42%، ولكن دخول ال 10 جيجا وبعض المشاريع من دول أوروبا هتخلي ال 42% من الطاقة المتجددة داخل الطاقة بتاعت مصر، بدل ما تبقى 2035 هتبقى في حدود 2030، وده هيبقى انتاج متميز بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه. اما بالنسبه للتصدير للطاقه المتجدده لدول اوروبا، فاحنا عندنا الكابل البحري اللي هو بيشيل 2 جيجا ويترفع ل 4 جيجا. انتاجيه الطاقه المتجدده وتصديرها، شروط دول اوروبا لانها تستورد مننا طاقه لازم تكون طاقه متجدده. وطبعا الطاقه داخل الكابل ما حدش بيقدر يميز الكابل دي طاقه تقليديه او طاقه متجدده، ولكن هم بيعرفوا المصدر اللي داخل على المحولات اللي داخل على الكابل لازم تكون طاقه متجدده. فبالتالي قيمه الطاقه المتجدده وارتفاع قيمه الطاقه المتجدده داخل جمهوريه مصر العربيه هيرفعها وسط دول الشرق الاوسط وتصديرها لدول اوروبا او لدول افريقيا. طيب ايه الفرص يعني المتاحه لمصر من هذا المشروع بالتكامل مع مشاريع الطاقه المتجدده الاخرى؟ زي ما حضرتك كنت بتقول لنا ان ده طبعا يعني هيعزز كتير من دور مصر، يعني ده انعكاسه علينا هنا هيكون ايه؟ انعكاسه علينا طبعا اقتصاديين، ومركز قوي سياسي من ناحيه، واحنا هنبقى مركز طاقه عالمي، مركز طاقه عالمي لان احنا عندنا فائض نقدر نصدره على خمس اتجاهات على مستوى العالم، من ناحيه في اتجاه الاردن، وفي اتجاه اوروبا من عند الكابل البحري من عند طريق قبرص، وفي شمال افريقيا عن طريق ليبيا تونس الجزائر المغرب، وعن طريق افريقيا من خلال السودان. كل الحاجات دي كل دي الشبكات جاهزه، وعلى السعوديه ثم دول الخليج عن طريق الكابل البحري التو واي اللي هو بيتجاهل اللي هو قرب يخلص دلوقتي. فاحنا عندنا خمس مراكز لتصدير الطاقه على اوروبا، واحنا عندنا فائض، فاحنا مركز
مركز للطاقه من ناحيه انتاج الغاز ومن انتاج الكهرباء ومن انتاج الطاقه المتجدده وان شاء الله من انتاج الهيدروجين، والهيدروجين هنبقى مركز عالمي في انتاج الهيدروجين. وحضرتك احنا برضو عملنا اتفاقيه مع 6 دول قبل كوب 27، ده الكلام ده كان في 18 مايو 2022، ان احنا 6 دول على مستوى افريقيا هم بيعتبروا نواه لمركز انتاج الهيدروجين على مستوى افريقيا. الدول دي هي مصر والمغرب وجنوب افريقيا وموريتانيا وناميبيا وكينيا. ال6 دول هيبقوا مصدر، زي ما عملنا منتدى الغاز احنا اصبح عندنا منتدى للهيدروجين، واحنا الدوله الوحيده اللي عندها انتاجيه طاقه متجدده في افريقيا في هذا المستوى العالي، فاحنا مركز الانتاج الهيدروجين على مستوى افريقيا. يعني بنتكلم عن مقومات طبعا موجوده لجعل مصر مركز اقليمي وعالمي لانتاج الطاقه المتجدده، خصوصا كمان ان احنا شهدنا توقيع العديد من الاتفاقيات على هامش قمه المناخ ب 83 مليار دولار. يعني الطفره اللي هتحصل بعد هذه الاتفاقيات كمان بتشوفها ازاي؟ حضرتك الاتفاقيات دي احنا عندنا مذكرات تفاهم قبل الكوب 27 بسنتين، عندنا ما يقرب من 22 مذكره تفاهم مع دول اوروبا ودول اصلا بتستخدم الهيدروجين زي النرويج بتستخدم الهيدروجين بقى لها 7 سنين. لما نلاقي النرويج بتتسارع انها تعمل عندنا المشاريع ولو للهيدروجين، فده معناها ان هي عندها الثقه الكامله في انتاجيه الهيدروجين الاخضر داخل جمهوريه مصر العربيه بالكفاءه اللي هي محتاجاها. ثانيا احنا لو اتكلمنا على قبل كوب 27 احنا عملنا 22 مذكره تفاهم، في اثناء كوب 27 عملنا تنفيذ لمذكرات التفاهم، عشان كده حصل المبالغ الكبيره دي للانتاجيه. بعد كوب 27 يختلف الوضع تماما، لان احنا في كوب 27 ما كانش عندنا التكنولوجي اللي بنعمل بيها الهيدروجين الاخضر من الطاقه المتجدده. احنا محتاجين طاقه متجدده ومحتاجين تكنولوجي نعمل نطلع منها الهيدروجين الاخضر، ولكن بعد كوب 27 الحمد لله في انتاجيه لمصانع انتاج الهيدروجين، مصانع مصريه، فاصبحت التكلفه من الهيدروجين الاخضر نتيجه المصانع اللي بتتعمل داخل مصر هتبقى ارخص بكتير من ان انا اشتري المعدات من الخارج، والصيانه هتبقى صيانه مصريه، ما بجيبش خبراء من بره عشان يعملوا لي صيانه للمكن، التكلفه اقل بكتير من اللي انا بشتريها من بره، فبالتالي المستثمر اللي بره بدل ما يحط مبالغ كبيره وتبقى دراسه الجدوى بتاعته عاليه شويه، هيلاقي الطاقه المتجدده متوفره، هيلاقي الميه المحلاه متوفره، هيلاقي مصانع انتاجيه الهيدروجين متوفره وصناعه مصريه، فبالتالي راس المال بتاعه هيبقى قليل، والجدوى الاقتصاديه بتاعته والكشف له هيبقى عالي جدا، فبالتالي ده نوع من انواع جذب الاستثمار لانتاج الهيدروجين داخل مصر. وانتاج محطات الطاقه المتجدده في الفتره اللي احنا فيها دي بالصوره اللي احنا شايفينها 10 جيجا بالنسبه لطاقه الرياح، وفي محطات ثانيه دوله ثانيه بتعمل عندنا 500 ميجا في اسوان و500 ميجا في راس غارب طاقه رياح ثانيه غير ال 10 جيجا، كل الحاجات دي تثبت ان مصر أرض خصبة لإنتاج الطاقة المتجددة وانتاج الهيدروجين وللاستثمار في الطاقة، وهتبقى إن شاء الله مصر مركز رسمي وعالمي للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة. طيب دكتور، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعني فيها طبعا بتشهد مشروعات ضخمة للطاقة المتجددة على مساحة 20 مليون متر مربع، وزي ما كنا لسه بنقول على رأسها الهيدروجين الأخضر، الخطوة دي أهميتها إيه في تأمين الطاقة لمصر والدول الجوار؟ احنا الحمد لله تأمين الطاقة احنا عندنا تأمين، انما وجود الهيدروجين الاخضر وجود زيادة الطاقة المتجددة دي بترفع قيمة مصر على مستوى افريقيا وعلى مستوى العالم. اقتصاديا هبقى فيه دخل كبير، لان حضرتك انت عشان حضرتك مصر تبيع طاقة للدول الاوروبية والدول الافريقية او دول الجوار من اي اتجاه، فدي معناها ان هي مركز قوة، ان حضرتك لما بنصدر طاقة ده معناها ان حضرتك بتصدري لهم القوة الاقتصادية للدول الاخرى دي، فاذا هم الدول دي هتبقى في احتياج. ان كده ان حضرتك ان احنا بنصدر طاقة وطاقة متجددة
ان احنا بنصدر طاقه نظيفه بعيده. احنا شفنا طبعا الكلام حضرتك بتقوله ده بيتحقق، يعني في مشاريع الربط الكهربائي ما بين مصر ودول اخرى زي مصر والسودان، مصر والسعوديه. خمس محاور حضرتك، خمس محاور احنا بنصدر فيه. نعم، بنصدر للاردن كهرباء عن طريق الكابلات، عن طريق المحور هناك خاص. لاوروبا الكابل قرب يخلص عشان نوصل لهم كهرباء. لليبيا لحد المغرب الشبكه موجوده، ادي شمال افريقيا. وسودان الكابل بتاعها موجود، وموجود على 500 فولت، يعني بيتحمل طاقه عاليه. وعندنا الخط اللي رابط بيننا وبين السعوديه اللي هو التوي رايح جاي. احنا عندنا اماكن التوفير متوفره من زمان، مش لكوفيد 27، من قبل كوفيد 27. لما هو ده ما كانش ممكن يتحقق ولا نقدر نعمله غير يعني، او لولا الطفره الكبيره اللي حققتها مصر في ملف الكهرباء خلال السنوات الماضيه. طبعا احنا كان قبل في 2013 كان عندنا نقص ما يقرب من 5 6 جيجا. دلوقتي الحمد لله احنا عندنا وقت طاقه لا يقل عن فائض لا يقل عن 20 جيجا، يعني 4-5 اضعاف النقص اللي كان عندنا في 2013. الحمد لله. طيب، وده طبعا نتيجه التفكير ونتيجه التنوع، يعني عندنا طاقه متجدده وطاقه نوويه، وطاقه الطاقه النوويه والطاقه المتجدده بجميع انواعها والطاقه من غير. طب بتشوف ازاي يا دكتور مستقبل الطاقه المتجدده في مصر خلال الفتره اللي جايه، يعني خصوصا ان احنا عندنا استراتيجيه للوصول بمساهمه تلك الطاقه باكثر من 42% من اجمالي الطاقه الكهربائيه المنتجه في بحلول عام 2035؟ ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك، هي قبل 35 هيكون عندنا ال 42% اكثر. 2035 ان شاء الله هنكون عندنا اكثر من ال 42%، لان كل الدول اللي هي جايه تعمل محطات تستخدم الهيدروجين عندنا، او تعمل محطات لانتاج الهيدروجين، بتعمل سبورت جامد او بتعمل دعم جامد للطاقه المتجدده الخاصه بالانتاجيه الخاصه بيها. فبالتالي كل دوله بتيجي تعمل انتاجيه طاقه متجدده عندنا، فهو بيرفع من قيمه الطاقه المتجدده اللي موجوده عندنا في مصر، وبيرفع من مستوى مصر على مستوى افريقيا وعلى مستوى الشرق الاوسط وعلى مستوى العالم انتاج الطاقه المتجدده. بالاضافه للهيدروجين واستخدامنا للهيدروجين في انتاج الكهرباء، فده طبعا دي حاجه ثانيه جديده، وهتخلي الطاقه اللي احنا بنستخدمها من اي محطه تقريبا 3 اضعاف القوه بتاعتها، او بنستخدم ثلث ما يعادل الغاز في انتاج الكهرباء، فهتوفر معانا توفير اقتصاديا كبير جدا ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور سامح نعمان، خبير الطاقه الجديده والمتجدده. جهود مستمرة لا تتوقف تبذلها الدولة في قطاع السياحة من أجل الترويج وجذب عدد أكبر من السائحين. هنتابع هذا الخبر ولكن بعد هذا الفاصل، استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد في حديث الأخبار. جهود مستمرة لا تتوقف تبذلها الدولة في قطاع السياحة من أجل الترويج وجذب عدد أكبر من السائحين. في الإطار ده تابع الدكتور مصطفى مدبولي عدد من المشروعات في محافظة جنوب سيناء واللي بتستهدف خدمة السائحين والمقيمين والعمالة. في السياق ذاته انطلق أمس ماراثون الأهرامات بمشاركة 4000 متسابق من 79 دولة، وبيستهدف تنشيط السياحة وجذب السائحين لزيارة مصر. وبيحظى ماراثون الأهرامات الرياضي باهتمام محلي ودولي، كونه بيقام في منطقة الأهرامات اللي بتعد واحدة من أهم المناطق الأثرية والسياحية على مستوى العالم. بينضم لنا الأستاذ محمد كارم الخبير السياحي. أستاذ محمد مساء الخير، وبتشوف إزاي الجهود اللي بتبذلها الدولة في قطاع السياحة؟ بخير يا فندم، ومساء الخير على مشاهدينك الكرام. طبعا الدولة بتهتم بالقطاع السياحي، وعايزين نقول ان الحمد لله ان خلال الفترة اللي فاتت القيادات السياسية والاهتمام المبذول في القطاع السياحي احنا شايفين المردود بتاعه على ارض الواقع الحمد لله. أهمية المشروعات اللي بيتم تنفيذها في المحافظات السياحية زي جنوب سيناء وغيرها؟ طبعا الاهتمام ده طبعا في المقام الاول بيساعد بشكل كبير جدا
على الشكل الحضاري والشكل البيئي لمحافظات مصر قدام العالم. يعني زي ما حضرتك أشرتي في بداية الحديث عن افتتاحات بعض المشاريع الخاصة في منطقة جنوب سيناء، وطبعا دي كانت أهم المعوقات اللي كانت موجودة المواصلات الداخلية. فتم افتتاح طبعا شبكة كبيرة جدا النهاردة من مطار شرم الشيخ لكل المدن اللي موجودة داخل نطاق شرم الشيخ، وده هيساعد بشكل كبير سواء للقاطنين في منطقة شرم الشيخ أو الأجانب اللي بيزوروا منطقة شرم الشيخ على التنوع في كل الأماكن السياحية. إيه اللي بيمثله ماراثون الأهرامات اللي شارك فيه 4000 متسابق؟ دعاية بشكل كبير لمصر من رمز من رموز السياحة اللي هي منطقة الأهرامات، وطبعا مشاركة أكبر عدد اللي هو 4000 متسابق على 3 مراحل، فده طبعا بيساعد بشكل كبير على تضافر السياح لمصر. احنا كنا بنقول من شوية انه في يعني ال 4000 متسابق جايين من كل دول العالم، يعني من 79 دولة، مش كده يا فندم؟ بالظبط، مظبوط. اي فندم. طب يعني برضو كل واحد من دول لما بيرجع، لو يعني قول لي ده مردوده بيبقى ايه عندهم؟ طبعا هناك؟ طبعا دي دعاية بشكل غير مباشر لمصر، لان هو بيحط حتى على الصفحات الشخصية بتاعته الصور بتاعته هو في منطقة الاهرامات، فدي دعاية غير مباشرة لمصر. دي بالاضافة طبعا ان هم بيلمسوا التطور والشكل الحضاري لمصر خلال الفترة اللي فاتت، فده كلها دعاية غير مباشرة للقطاع السياحي في مصر وتنشيط للحركة السياحية. طب أستاذ محمد، يعني لو كلمنا عن الاستراتيجية القومية للسياحة، بتشوف إزاي الجهود اللي بتقوم بيها مصر للوصول لمستهدفات تحقيقها ولجذب 30 مليون سائح لمصر سنويا؟ طبعا يعني عايز أتكلم حضرتك بمنتهى الأمانة، الجهود جبارة. يعني احنا مثلا نتحط مدن سياحية على الأجندة السياحية خلال الفترة اللي فاتت، دي ما كانتش مدرجة خالص على الأجندة السياحية. مدينة مثلا زي مدينة سوهاج وتم إدراجها على الخريطة السياحية، عدة محافظات كبيرة جدا اتحطت على الأجندة السياحية خلال الفترة اللي فاتت، من ضمنها العلمين ومن ضمنها مرسى مطروح. وطبعا تنوع وشكل الحركة السياحية ساعد بشكل كبير جدا على عودة القطاع السياحي والوصول للأهداف المنشودة من قبل القيادات السياسية. الدولة كمان يعني بتقوم بجهود متواصلة نحو تطوير البنية التحتية، يعني لو اتكلمنا عن المتاحف، عن إطلاق فعاليات سياحية مختلفة، كل ده بيأثر ازاي؟ طيب أنا بس عايزين نقول نقطة مهمة جدا. اتفضل. أنا النهاردة أنا عندي متحف في منطقة ما، أوكي؟ الجست عشان يوصل له لازم هيعدي على طريق. صح. كل دي بنية تحتية الدولة بتقوم بيها للتدفق الحركة السياحية وعدم أخذ وقت طويل جدا إن أنا أروح المتحف ده. النهاردة بعض الأماكن بيتم تطويرها لإظهارها بالصورة السياحية اللي المفروض إن هي تبقى موجودة فيه. دي بشكل عام. بشكل خاص طبعا في أشياء كثيرة جدا إحنا ما كناش مدرجة في الفترة اللي فاتت على الأجندة السياحية وابتدت تتحط. يعني إحنا النهاردة مثلا عندنا تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير. عندنا اتفضل. عندنا عندنا مثلا تم تطوير ميدان التحرير للمتحف المصري، عندنا تطوير موجود في الأقصر حاليا، عندنا تطوير في منطقة الواحات وسيوة، افتتاح بعض المطارات الخاصة، عندنا تطوير في مدينة زي مدينة بورسعيد لاستهداف قطاع كبير لمراقبة الطيور خلال الفترة اللي جاية. فكل دوت مدرج على الأجندة السياحية سواء بنية تحتية أو سواء إدراج المناطق الأثرية على الأجندة السياحية. فكل ده الحكومة بتقوم بيه، وده مجهود بجد مبذول كبير جدا لعودة القطاع لمعدلاته الطبيعية وأكتر إن شاء الله. بتشوف ازاي يا استاذ محمد فكره اقامه عروض ازياء لدور ازياء طبعا كبيره جدا وعالميه في المناطق السياحيه هنا في مصر زي ما حصل خلال الفتره اللي فاتت سواء كان في الاقصر او في الاهرامات؟ طيب ده شكل ونمط جديد من اشكال وانماط السياحه العالم كله متجه ليه. مصر الحمد لله ترتيبها الاول في السياحه الخاصه بالبراندات العالميه لمصر، وده بيساعد بشكل كبير جدا
على النمط دوت والشكل دوت بالإضافة للدعاية الغير مباشرة لمصر. وإن النهاردة القطاع السياحي بيمثل بشكل كبير جدا في البراندات العالمية إن هي تيجي تعمل شغلها في مصر، وده بيفتح طبعا الاقتصاد، وبالإضافة إن بيفتح لتشغيل أكبر عدد من العمالة في القطاع السياحي بشكل غير مباشر. نعم، احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد كارم الخبير السياحي، شكرا لحضرتك. انطلقت اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، واللي بتستمر من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، وبتستهدف تطعيم 16 مليون طفل من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، وده للمصريين وغير المصريين على حد سواء للحفاظ على مصر خالية من المرض. بينضم لينا دكتور محسن الألفي أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس. يا دكتور مساء الخير، كلمنا عن أهمية استمرار الحملات القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال. الحقيقة هي الضمانة يعني أساسية، مش عايز أقول الضمانة الرئيسية أو الضمانة الوحيدة لعدم ظهور حالات شلل الأطفال. آخر حالة شلل الأطفال ظهرت في مصر 2004، لمدة 18 سنة احنا بنعمل حملات، إنما دي يمكن الحملة الأكبر، 16 مليون طفل من سن يوم لخمس سنوات زي ما حضرتك قلتي بالمجان. المعلومة الجديدة اللي يمكن ما يعرفهاش ناس كتير حتى من زمايلنا الأطباء، إن التطعيم اللي بيبقى في الحملة هو مختلف عن التطعيم اللي موجود في الجرعات الدورية اللي هي شهرين وأربعة وستة وعند سنة وعند 18 شهر. دي التطعيمات الإجبارية بتاعت ضد شلل الأطفال، ولكن التطعيمات اللي بتبقى في الحملات بتبقى مغايرة لرفع المناعة ورفع قدرة الأطفال دول على مواجهة عدم الإصابة بشلل الأطفال. طب ليه احنا بنعمل الحملات ده وليه في التوقيت ده بالذات؟ الكورونا لما ظهرت في 2021 كتير من دول العالم تقاعست في التطعيمات الأولية أو برامج التطعيم الأساسية اللي هي ضد الضرن والالتهاب الكبدي وشلل الأطفال والدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس والحصبة والحصبة الألماني والغدة النكفية. حصل تراجع في بعض الدول، حتى بعض الدول الكبرى زي أمريكا وزي إنجلترا ابتدت تظهر عينات بيئية من شلل الأطفال. وبما أن مصر بلد جاذبة لإخواننا من أفريقيا ومن سوريا ومن بعض الدول الأخرى اللي التطعيمات فيها مش على المستوى، فقد يكون في هناك احتمالية إصابتهم بأي من الأمراض، وبالتالي تطعيم غير المصريين وحماية لكل ضيوفنا من خارج مصر من الأفارقة والعرب اللي بيعيشوا على أرض مصر بيطعموا بالمجان دون أي طلبات إن هو عنده إقامة أو عنده زي دول كتير ما بتطلب. فجميع الأطفال المصريين وأطفال ضيوفنا في مصر ونعتبرهم إخواننا في الوطن بيطعموا التطعيم مجاني، ده بيرفع القدرة المناعية للأطفال المصريين كحاجة مكملة. يعني كان في خبر النهاردة السيد رئيس الوزراء مع وزير الصحة بتطوير 5000 وحدة رعاية أولية. طيب قطاع الطب الوقائي أعلى نسب تطعيمات في الدول المجاورة في مصر، احنا تصل نسبة كفاءة التطعيمات من 93% ل 95% من الأطفال المستهدفين في برامج التطعيمات الأساسية، ودي نسبة مرتفعة جدا. وبالرغم من كده بتعمل حملة أو حملتين سنويا بأنواع من التطعيمات مغايرة للي موجودة سواء في عيادات زمايلنا الأطباء أو في التطعيمات الأساسية في مراكز الصحة. وبالتالي لما بنقول أنا ابني كان متطعم الشهر اللي فات يتطعم في الحملة ولا لا؟ أكيد يتطعم. طيب أنا ابني عنده شوية برد بسيط مناخيره مزكمة يتطعم ولا لا؟ يتطعم. الفئات المستثناة من التطعيم هي أقل من يعني أقول 1% كتير. زي مين؟ لو واحد بياخد كورتيزون عشان عنده حساسية جديدة في صدره لمدة شهر أو أكتر، ده من الأفضل أنه ما يتطعمش. اللي عندهم نقص مناعة يعني بيتعالج في وحدات المناعة على مستوى الجمهورية في الجامعة أو في التأمين الصحي، ومعروف أنه عنده نقص وراثي في المناعة.
لو حد عنده أمراض لوكيميا أو سرطان أو زرع نخاع، وهذه الفئات كلها بتمثل يمكن أقل من 1% من الأطفال المستهدفين. فكل أب وأم عليهم مسؤولية قدام ربنا وقدام نفسهم أنه لازم أولادهم يطعموا. التطعيم على مستوى الجمهورية من شقة لشقة ومن بيت لبيت، وفي أماكن ثابتة ومراكز التطعيمات مفتوحة، والأماكن الكبيرة المحطات الأندر جراوند مترو الأنفاق موجود فيها أماكن ثابتة وأماكن متحركة. الحملة دي لو أقول لحضرتك متكلفة أكتر من 70 مليون جنيه، اللوجيستكس بتاعة الحملة زائد المبالغ بتاعة التطعيم نفسه. فده حماية للطفل المصري، ومستعد لأي إجابة لحضرتك. شكرا يا دكتور. يعني عدم تلقي الأطفال للتطعيم ضد شلل الأطفال خطورته إيه؟ يعني زي ما بنقول ان احنا بهذه الحملات المتكررة قدرنا نحمي اطفالنا على مدى 18 سنة، مفيش اي حالة شلل اطفال حصلت في 18 سنة الاخيرة. ولما الناس بتطلع اشاعات اصلي في حالات ظهرت فهم عملوا الحملة، الاشاعات دي غير حقيقية ومغرضة. مفيش اي حالات شلل اطفال مسجلة في مصر من سنة 2004، وبالتالي هذه الحملات بترفع مناعة الأطفال، بتحميهم من شلل الأطفال. شلل الأطفال هو مرض خطير، الحمد لله الجيل الجديد كله ما شافش حالات شلل الأطفال. إحنا الأطباء الجيل اللي قبل كده لو قلنا لحضرتك كان سنويا بيبقى آلاف الحالات من شلل الأطفال، يوميا كانت بتجيلنا حالات في مستشفى الأطفال في جامعة عين شمس. والحمد لله والشكر لله مصر خالية من مرض شلل الأطفال على مدى 18 سنة بفضل جهود الدولة وجهود قطاع الطب الوقائي بتوفير هذه الحملات اللي بترفع المناعة. والتطعيم بيبقى مخالف عشان لو واحد الفيروس نفسه كون مناعة ضد التطعيمات اللي موجودة في التطعيمات الأساسية، ده بيبقى تطعيم مغاير في التكوين الجيني بتاعه، وبالتالي بيجدد المناعة بتاعة الأطفال. وده نداء لجميع الآباء والأمهات إن هم ما يتقاعسوش، يقول أنا بطعم عند الدكتور بتاعي، أنا طعمت من شهرين ثلاثة. لا، التطعيم طالما بقى في حملة قومية المستهدف إن احنا نطعم 16 مليون كلهم. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محسن. يعني خلينا نقول إنه مهم جدا احنا نلتزم بالتطعيم، يعني قبل ما اختم معاك، إذا كنا عايزين نحافظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مظبوط؟ أكيد. ما يقولش ده عنده شرطتين ثلاثة، ده عنده إسهال خفيف، ده عنده شوية زكام، ده عنده برد، أنا مكسلة. معمولة على 4 أيام عشان حتى لو في وعكة صحية خفيفة يوم الحد اللي هو النهاردة ممكن يطعم الثلاث أو الأربع، هم هيعدوا عليه. هنقول أكثر من 99% يقدروا يطعموا، لو ما طعمش النهاردة 1% اللي ما طعمش يقدر يطعم بكرة لغاية يوم الأربع. حد واثنين وثلاث واربع، وقاية لأطفالنا وحماية أطفالنا من مرض خطير اسمه شلل الأطفال. طب وحضرتك معانا، معلش عايز أسألك كمان عن كيفية وقاية الأطفال من الأمراض التنفسية الخاصة بالشتاء. والله ده في منتهى الأهمية. ولما الناس بتقول حصل وباء والار اس في اللي هو مرض التنفسي الخلوي، لو أقول لحضرتك الوباء حصل في أمريكا أضعاف أضعاف اللي حصل في مصر. في تنافس بين الفيروسات بعد خلو الساحة من الكورونا نسبيا. الكورونا لو أقول لحضرتك سنة 20 يعني اختفت جميع الفيروسات زي الأنفلونزا والآر إس سي في والبارا أنفلونزا والأدينو فيروس، كل الفيروسات اللي بتصيب الجهاز التنفسي اختفت سنة 20 قدام البانديميك اللي حصل من الكورونا. سنة 21 ابتدت يبقى في حالات انفلونزا وار اس في على خفيف. السنة دي في وباء انفلونزا بيطيح بامريكا، لو اقول لحضرتك انه اكثر من 8000 حالة في امريكا اتوفوا بسبب الانفلونزا في الشهور القليلة القليلة نوفمبر وديسمبر. والار اس في في الاطفال المستشفيات على الاقل 25% من حالات الدخول في المستشفيات مصابة بالار اس في، وعلى الاقل الرعايه المركزه 3-5% من حالات الرعايه المركزه. الحمد لله في مصر الامر امن. الار اس في اقل من سنتين
قد يسبب حساسية للصدر بعد كده، فبنناشد الأمهات إن هي تتابع بعد الإصابة، بيبقى في ضيق نفس وفي سرعة في التنفس وتزييق في الصدر في الأطفال اللي هم من 6 أشهر لسنة، ده أكتر فئة عمرية بتصاب. عشان ما يقلبش الدور حساسية لازم ناخد أدوية وقائية تمنع الإصابة بالحساسية، الالتزام بالتهوية، الالتزام بالسوائل الدافية، الفيتامين سي، الزنك، نفس الحاجات. فيروس الكوفيد 19 هو أساسا فيروس تنفسي، ويمكن إلى جانب أنه كان يعني شديد القوة والانتشار منع انتشار الفيروسات الثانية، وقد يكون لأن الناس لبست ماسكات وكان في تهوية وغسيل إيدين والاهتمام ده منع الفيروسات التنفسية الأخرى. ومع هبوط شوية في فيروس الكوفيد 19 ابتدى يظهر الانفلونزا تاني والار اس في والبارا انفلونزا، ولكن الحمد لله حاليا الوضع احسن كتير من نقول اسبوعين ثلاثه قبل كده. طيب بالنسبه للاطفال اللي هم مصابين بالحساسيه، هل بتنصح يعني اولياء الامور تنصحهم بايه علشان يحافظوا على صحتهم، لان هم يمكن بيكونوا اكثر من غيرهم عرضه لهذه الامراض التنفسيه؟ اكيد. فالحساسيه على ثلاث درجات، حساسيه ان واحد بيجي له طول فتره الشتاء دور او مره او مرتين صدره يزيق ويكح، ما يعرفش ينام بالليل يومين ثلاثه، يغيب عن المدرسه ويرجع تاني، الحالات دي بنعتبرها حالات خفيفه. وفي واحد لا بيصاب اسبوعيا او كل اسبوعين، وفي حالات يبقى مستمر طول فتره الشتاء بيعاني من الكحه سواء بالليل اكتر او بالنهار مع تزييق في الصدر. كل واحد من دول له مجموعه مختلفه من الادويه لازم بياخدها. الناس دايما بتبقى قلقانه من البخاخات ومن الادويه، يقول لك ده بياخد بخاخه، ده بياخد ادويه حساسيه، لا بالعكس، ده بتحمي الحويصلات الهوائيه وبتحمي الجهاز التنفسي بتاعه، لانه مع تكرار الاصابه بادوار حساسيه الصدر ايه اللي بيزودها؟ التعرض للفيروسات، التعرض للتغير المفاجئ في الجو، بعض الأدوية زي مثلا الأسبرين وبعض الأدوية الأخرى بتزيد من حساسية الصدر، بعض الأكلات بتزيد من حساسية الصدر. فالنصيحة إنه لو الحالة شديدة بنغيب عن المدرسة، لو الحالة خفيفة بروح باخد بالي لما يبقى في سخونية وبرد وكده، مفيش داعي إن أنا أتوجه للمضاد الحيوي، لأن لو قلنا إن الفيروسات التنفسية تمثل قد إيه والميكروبات تمثل قد ايه، اقول الالتهابات الفيروسيه 95% و5% فقط هي ادوار ميكروبيه او بكتيريه بتحتاج مضاد حيوي. ف 95% من حالات حساسيه الصدر والالتهابات والنزلات الشعبيه لا تحتاج مضاد حيوي، تحتاج يمكن عسل نحل، سوائل دافيه، فيتامين سي وزنك وفيتامين الف، مع الراحه ومع استخدام الأدوية حسب إرشادات الطبيب. ممكن إزاي يا دكتور نقوي مناعة الأطفال يعني بشكل طبيعي خصوصا طلاب المدارس؟ طبعا الخضروات الطازجة، الفاكهة الطازجة، زي ما قلنا لو هو في أم تقول والله ابني ما بيرضاش يأكل خضار، أنا ابني ما بيرضاش يأكل لحمة أو فراخ أو عدس أو فول أو كده، فبنضطر إن ندي جرعات من فيتامين سي أو فيتامين ألف أو زنك أو فيتامين دال، كل دول مهمين جدا للمناعة وللجهاز التنفسي، بنديهم في صورة نقط أو أقراص حسب عمر الطفل. وزي ما بقول لحضرتك تكرار الإصابة بالالتهابات الفيروسية بتضعف مناعة، يعني في مناعة للجسم وفي مناعة خاصة بالجهاز التنفسي. المناعة الخاصة بالجهاز التنفسي هو إن أنا ما يكونش عندي إفرازات كتيرة، ما يكونش عندي بلغم، الأم بتعمل تمرينات تدليك على الصدر علشان تطرد أي كميات من البلغم، السوائل الدافية، العسل النحل علاج، يعني هو ذكر في القرآن، لما هو فعلا ثبت إن هو له فوائد بالنسبة للمناعة والجهاز التنفسي مؤكدة، إلى جانب بعض السوائل الدافية الأخرى مع الفيتامينات والزنك. وإن هو الطفل لو خارج والجو برد وهو قاعد في مكان دافي لازم بيقفل مناخيره حتى بإيده أو بمنديل لغاية لما يتعود على الجو الخارجي، لأن زي ما قلنا إن التغير المفاجئ للجو، بعض الأدخنة، بعض الأتربة
الأماكن المغلقة دي بتزيد من فرص الإصابة بتهيج الشعب الهوائية والحيصلات الهوائية وحدوث اللي بنسميه الحساسية. الحساسية هو التهاب مزمن بالجهاز التنفسي نتيجة تعرضه لفيروسات أو ملوثات أو بعض الأدوية. في حاجة اسمها exercise induced asthma، يعني الولد يقول لك لما ينزل يلعب كورة أو يلعب مع أصحابه أو ينزل حصة الرياضة تجي له الحساسية. في أدوية كتيرة بياخدها قبل ما ينزل يلعب حصة الألعاب أو قبل ما يشارك في نشاط رياضي بتمنع حدوث ده. في حاجات كتيرة بترفع المناعة، إنما النصيحة الخلاصة الغذاء الكويس، بلاش جانك فود، الفيتامينات، الفاكهة، الخضروات، السوائل الدافية، أخد بالي من التغير المفاجئ، التطعيمات أخدها في مواعيدها، ولما أحس إن في تزييق في السد ما أقولش لا، بلاش بخاخات، بلاش أدوية. طبيب الأمراض الصدرية للأطفال هو المنوط بعلاج هذه الحالات. هل يعني عايزة برضو أسأل حياتك عن كورونا، هل في مخاوف يا دكتور أن يكون في متحورات لكورونا تظهر خلال هذا الشتاء وتستهدف الأطفال؟ أكيد أكيد، أنا لغاية دلوقتي بلبس الماسك، يعني في أي مكان مغلق، في الأسانسيرات، لو بدي محاضرة، في العيادة. والحقيقة أنه في كتير من دول العالم خلاص قالوا ما فيش داعي للماسكات. في بعض الدول بتصر على أنه في مترو الأنفاق أو الأماكن المغلقة يبقى فيه ماسكات. في المستشفيات، في كتير من المستشفيات، احنا عندنا في مستشفيات جامعة عين شمس داخل المستشفى الكل بيلبس ماسكات كوقاية. احنا ما نعرفش امتى ممكن المتحور ده ينزل، هو مش موجود. الكورونا اقل بكتير من السنين اللي فاتت، ده اكيد، ولكن قد يظهر متحور كورونا بعد ما الانفلونزا والار سي بي ينزلوا، ممكن فيروس كورونا يرجع تاني. بندعو الجميع ان هو يهتم بصحته، يهتم بلبسه، مفيش داعي اتقل قوي، مفيش داعي يكون اللبس خفيف، يبقى ماشي من اسبوع لاسبوع حسب حالات الجو. لو في امطار، الدولة مشكورة بقت ساعات تعطل الدراسة لمدة يوم لو في أمطار علشان التزاحم اللي بيحصل وتعرض الأطفال للأمطار، ده بيعرض برضو للإصابة بنزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي. طيب أخيرا وسريعا هسأل حضرتك عن المبادرات الرئاسية اللي بتستهدف الأطفال، علاج السمنة، التقزم، إلى أي مدى دي بتحمي صحة الأجيال اللي جاية؟ لو قلنا انه ما هي السمنه، السمنه هو التهاب مزمن في انسجه الخلايا الدهنيه اللي في الجسم، ودي معلومه كتير من الناس ما تعرفهاش، انه مع زياده الدهون، الدهون دي عباره عن يعني قنبله موقوته، بيبقى في اكسده زياده، بيبقى في التهابات زياده، بيبقى فرص اكتر كتير بالاصابه بالامراض بوجه عام، مش بس أمراض الشرايين وأمراض السكر وأمراض القلب والضغط، لا، الأمراض يعني نقول أنه أنيميا نقص الحديد من أهم أسبابها إلى جانب سوء التغذية والإسهال المزمن هي السمنة. لو قلنا أنه الأطفال العاديين أنيميا نقص الحديد 25-30%، بين في السمنة بتبقى 50%. الدولة لأول مرة تواجه على مستوى يعني حملة قومية ببرنامج رئاسي، صحيح، بأنه السمنة قلت والحمد لله من 16% بقينا 12%. ممتاز، نأمل أن نقل عن كده إن شاء الله يا فندم. أنا التقزم نفس الحكاية، وأنا بشكر حضرتك على المعلومات اللي بتسألت. شكرا 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 جزيلا ليك دكتور محسن الألفي. طبعا ودلوقتي هنروح لموجز الأهم الأخبار مع سمر الزهيري. إليك سمر. شكرا لك ريهام، واهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام الى موجز لاهم الانباء، موجز 11 مساء. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مسيرة التعاون المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصة فيما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية في مصر ومساهمتها في عمليات التنمية، وتطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره. جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس إدارة شركة تاليس الفرنسية بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، وذلك لبحث آفاق التعاون مع الشركة الفرنسية ذات الخبرات العالمية في مجال تكنولوجيا البصريات والتكنولوجيات والإلكترونيات والأمن السبراني وتطبيقاتها في القطاع المدني والخدمي
وذلك بالتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات وشركة بنها للصناعات الإلكترونية. هذا وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس مجلس إدارة شركة تاليس أعرب عن الاعتزاز بلقاء الرئيس السيسي لبحث مسيرة التعاون مع مصر، مؤكدا أهمية دور مصر كحليف استراتيجي لفرنسا. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير الصحة والسكان لمتابعة الموقف الخاص بدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن زيادة كفاءة الإنفاق في النظام الصحي عن طريق دعم الرعاية الأولية يحافظ على حياة الأفراد، ويصل عدد منشآت الرعاية الأولية إلى 5426 منشأة على مستوى الجمهورية تقدم العديد من الخدمات الوقائية والعلاجية. قال الكرملين إنه بالرغم من التصريحات الأوروبية المتكررة حول ضرورة التخلص من التبعية لروسيا في الاعتماد على الغاز، إلا أنها استبدلتها بالاعتماد على الغاز الأمريكي. وأضاف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الأوروبيين يخسرون يوميا مليارات الدولارات فيما يتم جني تلك الأموال في واشنطن على حد تعبيره. بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحضيرات مؤتمر دعم أوكرانيا في باريس الثلاثاء المقبل. وأفاد الإليزيه أن رؤساء دول وحكومات وزراء 47 دولة سيشاركون في المؤتمر، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. هذا ويأتي المؤتمر بعد تصريحات للرئيس الفرنسي أكد خلالها أنه ينبغي إعطاء ضمانات لروسيا لإيجاد توازن جيد لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أكد البيت الأبيض مجددا على أن واشنطن لا تشجع كييف على قصف الأراضي الروسية. وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي، قال إن واشنطن لا تسهل العمليات الأوكرانية داخل أراضي روسيا، مؤكدا أن الولايات المتحدة تحاول ضمان أن الجانب الأوكراني يمكنه الدفاع عن أراضيه وكذلك استعادة مناطقه داخل أوكرانيا. وفي وقت سابق أعلن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوفا أعلن أن كييف قادرة على القيام بأي شيء بما في ذلك الاستمرار بضرب أراض روسية في حالة توجيهها ضربات ضد أوكرانيا. قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن أزمة أوكرانيا كشفت عن افتقار أوروبا للقدرات الدفاعية الحاسمة. أشار بوريل إلى عدم كفاية مخزون أوروبا العسكري وهشاشة سلاسل التوريد، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا سياسيا وعسكريا. أعلن حاكم مدينة خرسون مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين جراء قصف روسي استهدف المدينة بجنوب أوكرانيا. وأوضح حاكم المدينة أن نحو 45 ضربة روسية استهدفت المنطقة بالمدفعية وقاذفات الصواريخ المتعددة والدبابات وقذائف الهاون، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تمت إعادة الكهرباء إلى حوالي 90% من المدينة وضواحيها. مشاهدينا الكرام، انتهى الموجز الإخباري. أما الآن فاصل قصير، نعود من بعده لاستكمال باقي الفقرات. أهلا بحضراتكم من جديد. يعني قبل ما نبدأ بس فقرتنا، خليني أقول لكم هذا الخبر. أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن ملف تمكين الفتيات يحظى باهتمام خاص من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانا بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته، وأن الاستثمار فيهن هو الاستثمار في بناء مستقبل أكثر إشراقا للوطن. جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقتها السيدة انتصار السيسي خلال افتتاح الاحتفالية الخاصة بالمبادرة الوطنية دوي لتمكين الفتيات، والتي تم عقدها بالمتحف المصري الكبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكريم، سعيدة جداً بمشاركتكم اليوم احتفالنا بالتقدم الكبير في ملف تمكين الفتاة، ذلك الملف المهم والأقرب إلى قلبي والذي يحظى باهتمام خاص من الدولة المصرية بقيادة السيد رئيس الجمهورية، إيماناً بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته، وأن الاستثمار فيهن هو استثمار في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للوطن. ولطالما أثبتت فتيات مصر أنهن على قدر الثقة والمسؤولية، ولعل إطلاق مبادرة دوي لتمكين الفتاة المصرية من أهم المشروعات التنموية التي تشهدها مصر في تاريخها المعاصر بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، خير دليل أيضاً على ما يحظى به ملف تمكين الفتاة من دعم ومساندة من أعلى مستويات الدولة المصرية. وأؤكد فخري بما حققته المبادرة الوطنية دوي من نجاحات حتى هذه اللحظة في الوصول إلى فتيات مصر على أرض الواقع بقرى 21 محافظة، للاستماع إليهن في المدارس ومراكز الشباب والجامعات وغيرها، وتنمية مهاراتهن بالحصول على المهارات والمعلومات والخدمات اللازمة للنجاح، وبالتالي تأهيلهن وتمكينهن لخلق مجتمع متفهم ومؤمن بالمساواة. وختاما، رسالتي إلى كل فتاة مصرية: أنت قوة مصر ومستقبلها المشرق والأمل في مجتمع أكثر تقدما وازدهارا، وفي انتظارك عصر ذهبي طريقه ممهد بكل التشريعات والقرارات لتساعدك في تحقيق أحلامك وطموحاتك، لترفعي اسم وطنك في كل موقع وكل مكان. مصر كلها معك بقياداتها ومؤسساتها ومبادراتها الوطنية، وكل الشكر لجميع القائمين والشركاء الداعمين للمبادرات الوطنية لتمكين الفتيات. شكراً لكم جميعاً. كلمة مهمة للسيدة الأولى السيدة انتصار السيسي. نبدأ فقرتنا. استكمالاً لنجاح مصر في استضافة قمة المناخ COP27 وتنفيذاً للتوصيات والمبادرات اللي طرحتها خلال القمة، ومن بينها تسليط الضوء لأول مرة في مؤتمرات المناخ على إدارة المخلفات باعتباره مكون رئيسي للحد من آثار التغيرات المناخية. في هذا الإطار بدأت مصر في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وهي إحدى أهم آليات تحقيق الأهداف المرتبطة بالبيئة في إطار الأهداف الأممية ورؤية مصر 2030. عن أهمية منظومة إدارة المخلفات الصلبة ودورها في الحد من آثار التغيرات المناخية حيدور نقاشنا مع ضيفنا دكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس. أهلا بيك، منورنا. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. وعايزين في الأول نفهم منك، يعني ما معنى المخلفات الصلبة، وكمان إيه الفرق ما بينها وما بين المخلفات الأخرى؟ بداية، المخلفات الصلبة هي المخلفات اللي هي بتخرج عن الاستخدام الإنسان في أماكن المعيشة، يعني مثلا في البيت، في المحل، في الشارع، كل الحاجات اللي بنسميها بالكلام العام يعني القمامة أو المخلفات البلدية. غيرها بقى في أنواع مخلفات تانية زي المخلفات الخطرة، زي المخلفات النووية، زي المخلفات الإلكترونية، زي مخلفات المصانع، دي المخلفات الزراعية. فدي حاجة ودي حاجة. فدي اللي هي المخلفات الصلبة، دي بنطلقها على المخلفات اللي بتطلع نتيجة إعاشة الإنسان في أماكن المختلفة. ده الفرق بين المخلفات والمخلفات العادية والمخلفات الصلبة والمخلفات الأخرى. طب إيه أهمية أن يبقى عندنا يعني منظومة متكاملة لإدارة هذا النوع من المخلفات، المخلفات الصلبة؟ إحنا عندنا مخلفاتنا عموماً بتوصل حالياً 90 مليون طن، كل المخلفات، لكن المخلفات اللي هي الخاصة بالمنزل أو المخلفات الصلبة فقط حوالي 26 مليون طن هذا العام، وده رقم كبير جداً. كيف ندير هذا الأمر؟ لابد كان فيه
يعني فخامة الرئيس أصدر القرار 202 لسنة 2020 في شأن إدارة المخلفات، وده بقى قانون لأول مرة في مصر، قانون خاص بإدارة المخلفات بينظمه جهاز تنظيم إدارة المخلفات. هيبقى فيه منظومة متكاملة. حضرتك فاكرة الشركات الأجنبية اللي كانت عندنا، وكان عندنا مشاكل كتيرة جدا في، وكانت الحلقة المفقودة ما بين المنزل وبين التوصيل للسيارة، وكان في عشان كده كان في شوية مخلفات كتير بنلاقيها في الشارع. وبالتالي المنظومة هنا هتبقى مختلفة تماما، هيبقى من المنبع إلى نهاية المدار، بتدور حوالين عدد من الأمور. أول حاجة لابد من الفصل من المنبع، ودي نقطة مهمة جدا ولازم نتكلم عليها شوية عشان نقول للناس إزاي نعمل ده وإيه فايدتنا. بعد كده بعد الفصل من المنبع نبتدي إن إحنا نجمع هذه المخلفات، دي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة النقل، هننقلها إزاي. الخطوة الرابعة الفرز، هتتفرز إزاي. ثم الخطوة الخامسة التدوير، ثم الخطوة الأخيرة الاسترجاع. دي منظومة متكاملة دلوقتي لإدارة المخلفات هتقوم بها شركات مصرية 100%. خلاص مش هنلجأ بقى للأجانب وكده، أن تبقى منظومة مصرية، لأنه كان بيبقى زمان مصرية. عندنا فيها مشاكل، العقد بيبقى طويل بالزبط. ومدته سنوات طويلة وعليه شروط جزائية إذا فسخته، وفي نفس الوقت ما كانتش قايمة بالدور اللي بالزبط. هي زي ما قلت حك الحلقة ما كانتش متكاملة، لكن هنا بقى أصبح فيه نظام متكامل، وهذا الجهاز هو اللي هيقوم بإدارة هذه المخلفات من ترسية العطاءات على الشركات وتشغيل العمالة إلى آخره، بحيث يبقى عندنا منظومة متكاملة، لأن المخلفات دي لها آثار متعددة جدا على صحة الناس وعلى البيئة طبعا. وعلى المنظر الحضاري، فده كله له تداعيات كثيرة جدا. صح. طيب المنظومة الجديدة بقى بتساهم إزاي في توفير مصادر للطاقة النظيفة من خلال تكنولوجيا تدوير اللي بتهدف لتوليد الطاقة؟ احنا عندنا التدوير، عشان كده قلنا لازم نفصل من المنبع. فصل من المنبع ده مهم جدا، وبرضه عشان نقول للساده يعني المشاهدين يعني ايه فصل من المنبع. الساده المشاهدين لازم يعرف ان احنا مش عاوزين نصعب عليه الامر. كل الحكايه ممكن نجيب كيسين، اي كيسين موجودين، كيس خاص بالمخلفات العضويه اللي هي مثلا القشر والحاجات اللي هي، مش هنقول الاكل لان احنا عاوزين نقول للناس مفيش ما يدعو ان احنا نرمي فضلات اكل صالحة للاستعمال، محدش بيعمل كده في العالم يعني. وبالتالي لازم نقول للناس ان احنا ما نرميش اكل على الاطلاق. فهيبقى عندي سلة او عندي كيس للمخلفات اللي هي قشر الحاجات والكلام ده، والسلة التانية فيها الورق والكرتون والكنز والازاز والحاجات دي كلها. دي سهلة جدا، لما هربط الاثنين هيبقى سهل عليا ان انا لما يجي يجمع القمامة بياخدهم ويوديهم المكان اللي هيفرز فيه، هيلاقي الشنطة الأولى هياخدها على مصنع السماد. أحلى سماد في الدنيا هيبقى من السماد ده، وسماد عضوي كويس جدا ما فيهوش مخلفات تانية. الباقي بقى المخلفات في جزء منها بيتدور، وفي جزء بقى بنعمله طاقة. إزاي بيتعمل الطاقة؟ بيتحرق فيه محارق خاصة بحيث ما تطلعش المخلفات الناتجة عن الحرق وتبتدي تطلع لنا طاقة جديدة، وده العالم ابتدى برضه يشتغل كأحد المصادر اللي ممكن تساعدنا في إنتاج الطاقة دون وجود الوقود الإحفوري التقليدي اللي عامل لنا مشاكل وبيسبب لنا في تغيرات المناخ. فده مسار كويس جدا، ممكن إن احنا نولد الطاقة من خلال النفايات أو المخلفات. طب إزاي فعلا يعني المنظومة الجديدة يا دكتور بتحقق يعني الإدارة الرشيدة للمخلفات، بتحقق كمان التدوير، إعادة التدوير والتخلص الآمن منها؟ هو كل شيء هيرجع لأصله. يعني الورق هنرجعه تاني ورق، بيروح المصنع ويتبل وبعدين بيتفرم وبعدين بيتنقع وبعدين بعد كده يتعمل ورق تاني بشكل كويس، بتحط له دلوقتي زهرة وبيطلع ورق أبيض. وبالتالي ده يعني مسار مهم جدا. المسار الثاني، لو أنا عندي بلاستيك برضو نفس الكلام، بيتسيح وبيرجع تاني بلاستيك مرة أخرى. لو أنا عندي إزاز نفس الكلام، وبالتالي كل هذه الأشياء بترجع تاني إلى موارد مرة أخرى. وبالتالي المنظومة بقى ماشية بشكل متكامل. الجزء اللي بيتبقى من هذا الشيء أو من هذا بعد ما نحوله إلى موارد،
بناخده نعمل بيه بقى يا اما الدفن الصحي بيدفن في مدافن خاصه، او طبعا الاتجاه الافضل او الامثل ان احنا نستخدمه تاني في الطاقه الجديده والمتجدده او احد مصادر الطاقه. طبعا ده بيوفر لنا اقتصاد مهم جدا، لان القضيه العالم دلوقتي بيعتبر هذه المخلفات ليست نقمه، هي نعمة إن أنا بعيد تشغيلها مرة تانية وبعيد الموارد التانية وبخلي فيه وظائف بيسموها الوظائف الخضراء، إن الناس بتشتغل في إعادة التدوير اللي هيعمل لي الحاجات الموارد مرة أخرى، بالإضافة إن هو هيوفر لي حاجات تانية كتيرة جدا صحيا إلى آخر. طيب بعتذر طبعا لحضراتكم. دكتور حياتك بتكلمنا عن المدافن الصحية وإعادة التدوير من خلال المصانع، أهمية وجود دول والمواصفات المثلى ليهم للمصانع؟ للمصانع المصانع دي بيبقى لها مواصفات خاصة علشان النهاردة ما نجيش نعمل مشكلة تاني ويبقى في غازات طالعة من هذه المصانع، فبنحاول على قدر المستطاع ان ما يبقاش فيه المصانع دي تطلع لنا تلوث تاني او يتحرق في الحرق المكشوف. الحرق المكشوف ده يعمل لنا مشاكل تاني، ثاني اكسيد الكربون، ولسه كنا بنتكلم عن قضيه تغير المناخ، وبالتالي مهم جدا ان احنا يعني المصانع دي تبقى ماشيه بطريقه معينه وماشيه بطريقه يعني اقرب حته اقدر اوصل فيها للمصانع، هو ده المهم عشان كمان المخلفات دي ما تقعدش وتتخمر. المخلفات دي لو اتخمرت هتطلع لنا غاز الميثان، احد ايضا المسببات في ظاهرة الاحتباس الحراري وتعمل لنا مشاكل مع ثاني أكسيد الكربون. بالتالي مهم جدا يبقى على طول المصانع موجودة في نفس المكان اللي فيه المقلب أو تجميع المخلفات. طيب هسأل حضرتك عن العلاقة بين وجود المنظومة وتحقيق استدامة موارد البيئة. ما هو ده بقى اللي احنا إعادة الاستخدام هيرجع لي الموارد زي ما كانت هي موجودة، لأن أنا دلوقتي بستخدم ورق، بستخدم ورق ده جاي منين؟ من الشجر. بستخدم مثلا أقمشة جاية منين؟ من الزراعة. احنا بنستخدم موارد، وبالتالي الموارد ديت لما هتروح مننا لو انا هحرقها مش هلاقي موارد بعد شوية، خاصة ان كتير من الموارد دي غير متجددة، يعني ممكن تنتهي او ممكن انها تخلص الى اخره. بالتالي مهم جدا ان انا بعيد تاني تشكيل هذه الموارد كأنها موارد جديدة بدل ما كانت ايه هتخلص، وبالتالي الدايرة بتشتغل بحيث ان انا بعيد ريكفري تاني او هذه الموارد تبقى كأنها موارد مرة اخرى. طب دور المنظومة دي في توفير فرص عمل كمان اضافية للشباب؟ تمام. هو ما هي دي بقى اللي احنا بنسميها الوظائف الخضراء. الوظائف الخضراء يعني انا بعمل حاجة كويسة للبيئة، بالتالي ده هتوفر لنا يعني النهارده لما انا اشتغل في عملية التدوير وإعادة احنا بنشوف بعض المصانع دلوقتي موجودة في بعض المناطق الشعبية حتى، فبتوفر فرص عمل ان ده وده بيجيب مكسب كويس جدا يعني للناس، يعني لاني يعني حضرتك احنا بندفع للمخلفات دي فلوس عشان حامل الكمامة بياخدها ويوديها المكان، فهو بيستفيد فلوس، وغير كده لما بيعيد تشغيل هذه الموارد مرة تانية وبيتعمل زي يعني مصانع حتى صغيرة بيقدر يكسر الإزاز، يقدر يكسر البلاستيك ويعيد تشغيله مرة تانية، وبالتالي هيوفر لنا فرص عمل كتير حتى على المستوى الصغير أو على مستوى بعض الجامعات الأهلية أو على مستوى الشباب. طيب عايزة أروح للتعهدات اللي تمت خلال قمة المناخ، إزاي مصر كمان يعني تقدم النموذج العالمي للالتزام بهذه التعهدات اللي قدمت خلال القمة؟ الحقيقة القمة إحنا بنعتبر قمة شرم الشيخ الحقيقة من أفضل القمم التي حدثت في العالم، لأنه كان في مبادرات كتيرة جدا، وكان في يعني الدبلوماسية المصرية قدمت نموذج هائل جدا في التفاوض، ووصلت الى حضرتك فاكره ان احنا وافقنا او العالم وافق على موضوع صندوق الخسائر والاضرار. كان من ضمن هذه المبادرات افريقيا 50. افريقيا 50 يعني ايه؟ افريقيا 50 يعني على 2050 تكون افريقيا قادره على تدوير 50% من المخلفات.
بالإضافة إلى هيبقى 50 و50 اللي هي 20 50 و20 اللي هي نص المخلفات هيبقى في تدوير. وبالتالي كون ان احنا نعمل ده هيبقى حاجه كويسه جدا، ويبقى احنا كده ماشيين في مسار بنحافظ على الموارد وفي نفس الوقت هنقلل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والميثان اللي بيطلعوا اصلا من تخمر وحرق هذه المخلفات الحرق المكشوف. وبالتالي مصر ماشيه في هذا التعهد. مصر طبعا انبعاثاتها ما بتزيدش عن 68%، وبرغم هذا بالنسبة للعالم برغم هذا ماشية في هذا المسار بشكل كويس جدا، وبتقلل الملوثات ومن خلال أحد المسارات اللي هي تدوير المخلفات أو المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات. طب كلمنا عن ضرورة يا دكتور التعاون ونقل الخبرات ما بين الدول وبعضها فيما يخص إدارة المخلفات الصلبة. يعني مثلا بنشوف ألمانيا بتقدم نموذج معين، بعض الدول هولندا بتقدم نموذج معين، يعني في بعض الدول وصلت إلى مرحلة إنها تقريبا بتعمل استعادة لأكثر من 90% من المخلفات مرة أخرى. فكل دي خبرات بننقلها عن الدول ونشوف المنظومة دي ماشية إزاي. مثلا تركيا برضو ماشية في هذا الإطار، دول متعددة، فإحنا بناخد الخبرات من هذه الدول ونشوف إيه الأصلح للمجتمع المصري وبنعمله، وبتبقى منظومة متكاملة نقدر ان احنا في النهاية نصل الى نموذج. وده اللي اتحصل عندنا بالقانون اللي هو 202 لسنة 2020، حط بقى القواعد وبيطلع له اللائحة التنفيذية عشان نقدر نحرك في المسار المضبوط لإدارة المتكاملة المتخلفة. نعم، احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، شرفتنا. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا. وهنروح لفاصل، وبعد الفاصل نعود اليكم وحديث الاخبار. أهلا بحضراتكم من جديد، واللقاء يتجدد أسبوعيا مع الأستاذ إسلام الكتتني الخبير في حركات الإسلام السياسي. النهاردة هنسلط الضوء على طرق وأساليب جماعة الإخوان الإرهابية في التعامل مع المختلفين معها، وتاريخ المؤامرات التاريخية بين قيادات الجماعة للتخلص من بعضهم البعض. أستاذ إسلام أهلا بحضرتك في حديث الأخبار. أهلا بك. قول لنا الأول إزاي بتعامل جماعة الإخوان مع المختلفين معها؟ أولا تحيات حضرتك وتحيات المشاهدين الكرام. طبعا دي من الحاجات اللي هي بتبين لنا فكرة الإقصائية عند الإخوان، إن الإخوان جماعة إقصائية لا تقبل الرأي الآخر، لا تقبل إلا فكرة الأخ، ده أخونا خلاص، بدل ده أخ يبقى إيه ده خلاص له كل إيه كل الإخلاص وكل المعاملة الطيبة، لكن طالما هو مش أخ ما بين قوسين يعني ده بقى ليه تعامل خاص بقى خلاص، ده خارج من ملة الإسلام يعني. يعني لدرجة أن كان في مثل شهير عند الإخوان، من اعترض انطرد، من اعترض انطرد. فدي النظرة للي بيعترض أصلا داخل ما بين قوسين داخل الصف الإخواني، فما بالك اللي كان ليه وجهة نظر وقال خلاص أنا مش لاعب مع الجماعة. فطبعا أول حاجة بتحصل مع أي حد بيكون داخل الجماعة ثم يغادرها حملة تشويه، لازم تشويه من كل الانواع، سواء تشويه في اخلاقياته وسلوكياته، تشويه في انه ممكن يكون له تعامل مع الجهات الامنيه، المهم هو يشوهك بكافه اشكال التشويه عشان يعمل وقايه للصف من التاثر بايه؟ بالانتقادات اللي انت جعلتك ايه؟ تغادر هذا ايه الصف، فبيعمل عمليه تحصين لايه؟ للقواعد من شباب الاخوان هم ما يتاثروش ايه؟ ما يتاثروش بيك، فدي اول حاجه بيعملوها. وعندهم مقولات خطيرة ومرعبة، يعني مثلا لما نيجي لواحد زي مصطفى مشهور اللي هو المرشد الخامس واللي هو يعتبر اللي اعاد النظام الخاص لايه لسدة قيادة الجماعة لما بقى مرشد سنة 95، لان احنا عارفين ان مصطفى مشهور من مؤسسي النظام الخاص مع عبد الرحمن السندي في بداية الاربعينات. فمصطفى كان ليه مقولة بيقول ايه؟ اللي بيخرج عن الاخوان وينشق عن الاخوان ده يجب أن يكون مثل الغصن الزابل المتساقط من الشجرة، الغصن اللي خلاص زبل وتساقط من الشجرة والذي لا يصلح أن يكون يعني لا وتد ولا غرس، ما فيهوش أمل خالص. طب لما نيجي نطبق المقولة دي على بعض الناس اللي كانت في الإخوان، وهل لما تركوا الإخوان أصبحوا كالغصن بيعملوهم؟ لا، الأول قبل ما يتركوا يعني لما حد من داخل الإخوان بيختلف معاهم أو مع التوجه العام أو مع قرار ما، بيبقى التعامل معه إزاي؟ هل الطرد؟ هل الإقصاء؟
بيبقى ازاي؟ بيبقى في طبعا ايه تأنيب، وفي حاجه اسمها التعزير، يعني ان هو يعاقبه لقى ان ما فيش استجابه في الاخر خلاص. يعني ايه التعزير؟ بيعاقبه بايه؟ يعني بيفرض عليه بعض العقوبات، يعني زي ما بيقولوا يعني يعذره اللي هو المسؤول عنه. انا فاهمه، لكن ايه العقوبات دي؟ على حسب يعني ايه، بتتدرج يعني على حسب ايه نوع ونظره المسؤول للاخ ده. يعني ممكن يطلب منه حاجات ماليه، او ان هو مثلا يعمل حاجات فوق الطاقه يعني. يعني ايه ممكن يمشيه مثلا امشي 10 كيلو مثلا لغايه البلد الفلانيه، نام على الارض، حاجات يعني. المهم يبقى في حاجه فوق النفس طاقة يعني. الاحتمال عشان يعني يحتمل تعذيب يعني. يحتمل صبرك، وانك انت هتمتثل، وانك انت هترجع تاني وتقول ايه لا خلاص ايه حقي برقبتي يعني. فده معروف موضوع التعذير داخل لانه برضو في حتة تاني هو بيختبر فكرة السمع والطاعة. هل انت هتكمل مع فكره السمع والطاعه، ولا هتفضل كده معترض؟ ولا انت خلاص خرجت عنها؟ خلاص يبقى انت كده من اعترض انطرد. يبقى في الحاله دي بقى ايه؟ بيطرد؟ خلاص. هو بس الموضوع بيجي ايه بالتدريج، يعني بيبقى فيه نوع من الايه عدم الاهتمام، اللامبالاه، لغايه لما انت يخلوه يعني خلاص. ده ايه بيجي لك فتره خلاص انا شايف ان انا ماليش اي ايه اي وجود او اي تقبل داخل الجامعه. ده بعض التصرفات اللي بتحصل. في تصرفات تانية بيبقى فصل قرار بقى، ده على مستوى بقى القيادات بقى الكبيره يعني. لكن اللي بقوله ده ممكن يكون على مستوى ايه القواعد الصغيره. بعد الفصل والطرد، ما هو حمله التشويه، التعامل بقى. حمله التشويه خلاص، ده مش اخ. يبقى موضوع الثقه فيه مفيش. بيبقى التعامل معه بحذر، وبيبقى خلاص في حمل التشويه، فخلاص كده كده بيخلوا القواعد او شباب الجماعه ما يتعاملش معاك، واذا تعامل هيتعامل بحذر، ولو لقوك انت بتتعامل معاه هيبداوا انت كمان ايه يبصوا لك انت نظره مش انت ليه بتتعامل معاه؟ يعني تخيلي ده اللي كان في داخل الصف، ويا دوبك عشان كان ليه اعتراضات وخرج من الصف، فما بالك يعني كده نفكر مع بعض تعامل الاخوان مع غير مش الاخوان اصلا، مع غير الاخوان من القوى والاحزاب والسياسيه الاخرى، ومع عوام الناس. تخيلي بقى النظره هتكون ايه؟ ما هو عنده فكره امتلاك الحقيقه، انا بس اللي بفهم الاسلام. فعشان كده النظره للاخر نظره دونيه، وبتتدرج على حسب يعني ايه. مثلا الناس الملتزمه دينيا يعني ما بين قوسين يعني بيبقى نظره اقل. طب الناس اللي هم قوى واحزاب سياسيه ما لهاش مشروع اسلامي ما بين قوسين، دي بتبقى نظره خالص، دول علمانيين بقى، ودول ايه اقرب الى الكفر يعني. وناس فسقه والى اخره يعني. والعوام بقى، فما بالك بالعوام اللي هم يعني عوام الناس. فدي للاسف النظره. لذلك المقوله اللي انا قلتها من شويه لمصطفى مشهور، لما بيقول اللي بيخرج على الجماعه كالغصن الذابل من الشجره اللي خلاص ما فيش امل فيه. تخيلي بقى لو طبقنا المقوله دي على واحد زي مثلا في الخمسينيات، الخروج الشهير بتاع الشيخ احمد البقوري، الشيخ الغزالي، والشيخ سيد صابر. أنا بدي الأمثلة لأن دول كانوا أكبر ثلاث قيادات كانوا في مكتب الإرشاد، وتركوا الجماعة لما انحازوا لعبد الناصر واللي قبل الوزارة وإلى آخره. شوف الشيخ غزال بقى إيه لما ترك الجماعة، شوف البقوري بقى إيه بعد ما ترك الجماعة، شوف السيد سابق يعني كتاب الفقه بتاعه من أيسر كتب الفقه ومشهور جدا الكتاب بتاعه. يعني هل دول بيبقوا زي الغصن الذابل؟ لا. يعني أنت كده يعني بتقول مقولة لا محل لها من الإعراب، بس كل الفكرة عشان أنت إيه يعني تعمل حالة من الكره والنفور للي لأي حد بيخرج عن الجماعة. ده حسن البنا نفسه كان ليه مقولة بيقول إيه، الشخص أو الأخ اللي بيخرج عن الجماعة حتى وإن إيه بقى حمل أفخم الألقاب، ويعني كان حاجة بسم الله ما شاء الله، يعني معنى الكلام يعني العبارة بتاعته يعني سيحاسبه الله على قعوده، تقعسه يعني في نظره يعني أشد العقاب. إيه ده؟ يعني هو يعني خلاص عشان أنا خرجت من الجماعة خلاص بقيت يعني ما فيش أمل فيا، يعني بقيت فاسق، وكأنها دين يعني. هي دين. هي فكرة إيه؟ فكرة الجماعة هو الخلاصه بتاعتها بيعملوا من انفسهم دين موازي ووطن موازي. فهي دي الاشكاليه بتاعت الاخوان من ضمن اشكاليتهم. لاي مدى ده بيكشف ديكتاتوريه هذه الجماعه؟ خدي دي بقى في وممارستها لديمقراطيه مزيفه. هديك مثال من اسرار حزب الحريه والعداله اللي كان يعني بتاع الاخوان. قال لك لما جم يعملوا الحزب
عشان الدكتاتوريه دي بقى يحافظوا بقى على ان ايه الجامعه تكون هي المهيمنه اللي هم بيضحكوا علينا حتى هذه اللحظه. فاكرين الشعب المصري غبي يقول لك ايه احنا ما في الحزب ده ملوش علاقه بجامعه الاخوان؟ لا ده هو كان الذراع السياسيه بتاعه الاخوان وكان بيعتمد باوامر مكتب الانشاء، ده امر مفروغ منه يعني. قال لك كانوا عاملين فكره ايه؟ ان اكتر من 50% من الجمعيه العموميه اخوان. عشان اللي ينضم هو حزب، اللي ينضم من خارج الاخوان ماشي انضم، بس احنا ضامنين يعني الاغلبيه، الاغلبيه تبقى تبعنا. ليه؟ عشان الاغلبيه بيسمعوا الطاعه، عشان القرارات بالريموت كنترول. بالريموت كنترول تعالى في اجتماع عشان ناخد الاغلبيه على القرار ده، عشان ما حدش يهيمن على الحزب الا ايه الا الجماعه. اهو ده مثال على الناس اللي بتدعي فكره ايه الديمقراطيه. هناك امثله كثيره جدا جدا، يعني فكره الناس اللي هي ايه بتختلف مع القياده، مجرد اختلاف يروحوا يقصوه. أمثلة كثيرة جدا يعني، من أول حسن البنا لغاية حتى الوقت الراهن اللي احنا فيه، الأمثلة كثيرة جدا على فكرة الايه ما فيش ديمقراطية. فيش يعني، يعني مثلا محمود حسين كل شوية من ساعة ما الخلاف ما بينه وما بين جبهة منير حاجة في منتهى الكذب، يعني أكاذيب ليل نهار، يطلع لك ويعمل لك بيان العالم كله بيشوفه، ويطلع طلعت فهمي ويقول بيان اجتمع مجلس شورى الجماعه، هم اجتمع. وتيجي بعد كده ايه قنواتهم نفسها تستضيف واحد زي امير بسام، هو حضرتك انت عضو في مجلس الشورى، هو مجلس الشورى اجتمع حضرتك؟ لا والله ما اجتمعش. ما ليه القرار اللي خده محمود حسين باقصاء ابراهيم منير انه هو يبقى ايه نائب المرشد في الوقت ده يعني؟ والله ما حدش بلغنا ولا. وعلى الجانب الاخر نفس القصه، مين؟ ابراهيم منير. فين هذه الديمقراطيه؟ اين هذه الديمقراطيه اللي هم بيدعوها يعني؟ هل في علاقه بين هذه الديمقراطيه المزيفه داخل الجماعه والانشقاقات اللي بتحدث فيها والانقسامات لعده جبهات؟ لا، هي الانشقاقات اساسها اختلافات على النواحي الماليه والسلطه. دي في الاساس يعني، هي انشقاقات يعني تمت الى الاخلاقيات يعني. الاخلاقيات، واللي دي برضو يعني اللي هي يعني المفروض تخلي شباب الجماعه يفوق شويه. يا جماعه انتوا اهم ما يميز الجماعه كان ايه؟ مشروع التربيه. طب فين التربيه؟ اذا كان اعلى 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 مستوى قيادي في الجماعه بهذه الاخلاقيات والسلوكيات، يبقى تنتظر ايه؟ يبقى القواعد شكلهم ايه؟ ويمكن احنا بنشوف وبيختطفوا القياده من بعض. واضح جدا ان المشروع فاشل جدا، مشروع التربيه اللي هو اهم ما يميز الجماعه اللي كانت بتتباهى بيه على الجماعات الاخرى، وهو اساس دعوه الاخوان. احنا جايين عشان الناس تبقى كويسه، طب حلو، بنربي الناس، طب حلو، الاخلاقيات والمعاملات والسلوكيات والى اخره. ابسط شيء المؤامرات بينهم وبين بعض للتخلص من بعض بالظبط كمان. ده ابسط شيء حضرتك لما بتشوفي السوشيال ميديا، البنات والولاد بتوع الشباب، شوفي بتوع الاخوان، شوفي الالفاظ اللي بيقولوها، شوفي الشماته في المود، شوفي يعني التبجح في الالفاظ. يعني هو هي دي التربيه، هو ده منهج الرسول عليه السلام. مش ممكن ويجي يقول لك احنا الاسلام هو الحل. انا مش فاهم اي اسلام ده، يعني اي اسلام انت جيت بيه وتقول هو الحل اذا كنت انت اصلا فاشل سلوكيا واخلاقيا، واتضح ان الموضوع اصلا كان كله تجاره، هدفك الرئيسي الوصول للسلطه. من ضمن مثلا الدكتاتوريه، حسن البنا نفسه كان بيخاطب الملك فاروق يقول له احنا عايزين نلغي الاحزاب كلها. الله، الغي عم الاحزاب ونعمل الحكومه الاسلاميه، ويبقى الحزب الواحد هيبقى حزب مين؟ صوت واحد، حزب واو، هيبقى حزب الاخوان. ما هي دي الديكتاتورية في أزهى صورها. لما جه عبد الناصر وألغى الأحزاب، أول ناس أيدته مين؟ الإخوان. وهو أبقى لما هو الراجل برضو كان بيعمل خاطر ليهم عشان إيه يعني إيه وقفوا معاه، وكان هو إيه معاهم لما بدأت موضوع إيه ثورة يوليو، بعد قبل ما إيه ينقلبوا عليه ويحاولوا إن هم إيه يطمعوا في السلطة وإلى آخره، فراحوا وابقى عليهم، لكن هم اللي ايدوا ذلك يعني. فين انت الديمقراطيه اللي انت بتقول والله انا بتاع الديمقراطيه؟ زي فكره لما في بعد يناير قال لك ايه؟ مش قال لك مشاركه لا مغالبه؟ واتضح ان ده تصريح يعني كاذب. وقالوا مش هنمشي قبل 500 سنه. وقالوا 500 سنه، ففين فين الديمقراطيه؟ هي كلها حاجات بس عشان كان بيقدم نفسه بها للغرب. انا والله هو انتوا عاوزين ان احنا قدام العالم نبان ان احنا ديمقراطيين، واحنا مؤمنين مثلا بحق المراه في الترشح، ومؤمنين حاجات شكليه، لكن واقع الامر غير كده خالص. واحنا وده اللي احنا شفناه في السلوكيات بتاعت الاخوان، وفي التعامل معانا احنا كشعب، ومع القوى والاحزاب والى اخره في كل الملفات. ده انت من اول يوم مرسي في السلطه، اول حاجه عملها اقصى الناس اللي هم عصروا ليمون
اللي هم عيدوه في الفيرمونت اقصاهم، يعني الطبيعي انه ايه يجيب الناس ايه يكافئهم يستعين بهم مثلا في وزارات في 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 اول ناس يعني اتعشى او اتغدى بهم زي ما بيقولوا. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ اسلام الكتاتني الخبير في حركات الاسلام السياسي، وحفظ الله مصر دائما يا رب. شكرا ليك وبشكر حضراتكم، ان شاء الله بكره معاكم حديث الاخبار، الى اللقاء.